كواليس البرنامج ومحللي وضيوفه في أسبوع مع راضية صلاح. النهارده مش عادي ثورة، الناس دي جاية من دلوقتي ليه؟ ده تسيب، تسيب وعدم انضباط. ترم 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 برم. ألو؟ قول الصوت اتقطع. $150,000 مشاركات بلشت، وأهلا وسهلا فيكم. وما بتعرفوا ممكن يكون ربحة أنت أو أنت، أنت لا لأنك ما بعتي كلمة حلم أو دريم أو غيف. أنا شاهمة حاجة إطلاق يا ضنايا إطلاقا. عيب أقصى وين معاك هني؟ قلت الفائد من الفريقين حيكون البودكاست اللي وين قلت هذا الحكي؟ قلت هني. وين هني؟ هني معاك. هلا بعد ما يفوز الفريق. لا والله لا نمزح. عم نمزح والله. أنا واحد ما سمعت والله. أنت ما سمعت واحد يلا حيلا من الأول. أنت ما سمعت. لو كل الرجال أصبحوا رجلا واحدا وكل الأشجار أصبحت شجرة واحدة. ها سلامتك أخيرا انصبت. والله قلنا يعني فضلنا نخوض التجربة. كيف كانت؟ الحمد لله مرت بسلام. هذا الظاهر المتحول الجديد رئيس فرنسا خفيف جدا مش زي الأول. ايش رئيس فرنسا؟ دخلنا اللبس حلقة مكرون أصلا مكرو. يلا خلي الليلة تعدى على خير. بص اغزي شيطان كده وسمي وقول على طول. وانا راضية ابقى فراشة واتلها حب النور ولا اعيش قلبي مقهور. فكرت يوم تمثل دكتور؟ لا لا. ليش؟ ما بينا حيل ما تمثل. احنا التدريب بالقوة كملناه. انا شفتك في الفوازير على فكرة. انت كنت فيلسوف ولا شو بالكرة قدم؟ فيلسوف لا. لا شو كنت مايسترو. انت مايسترو؟ مايسترو. مايسترو. انا افديت عيني واكتر منهم. والله بديع. وتفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونقداوي نقداوي. بس لا ابو سلطان انت شو كنت؟ لا لا انا كنت ظهير ايمن. ماني فيلسوف ولا يمكن اكون فيلسوف. لو اكون فيلسوف في اي شيء ما يمكن اكون فيلسوف في كرة القدم. امسك اعصابك واوعى تتهور. يعني طول ما انت ماسك اعصابك ولا حد يقدر يكلمك. عندهم بين ماني وبين بين صلاح، وان شاء الله صلاح فخر العرب يجيبها ان شاء الله. هي العبرطية هي دي. هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، روعة يا مورجان روعة. مورجان أحمد مورجان العظيم الفنان. يا رب الدوم يا منا سوا ونبقى عطول جمع عن الهوى. يا رب الدوم يا رب الدوم يا رب نعيد هالحب اللي كان وأحلى بكتير من الماضي. والله أسبوع حافل من وقت اللي رحنا على جوي أورس وحتى اليوم.